ابويا كان يبحث لقى هذا النادي دخلت عليه. حضرت الكلاس اول صراحه ما شاء الله كان التدريب جدا جدا عالي ما شاء الله ومدربين خبره. والله يا نادي مره جيد جدا وغير عن النوادي الثانيه. الشعوري مره تمام يعني قاعد ادرب مع عند بطل الملاكمه مايك تايسون. عندي الى الان 33 فايت فتقدر تكوني لاعب عندي خبره. متحمس ومتاهل وان شاء الله افوز واصير بطل المملكه والعالم. هذه مدرسة الملاكمة اللي في الرياض اللي مسوينها ضمن فعاليات موسم الرياض ويسوون اختبارات ويأخذون الناس اللي عندهم قابلية للتطور، ما يكون واحد لسه جاي يتدرب للملاكمة، فأعتقد أنها خطوة جدا متقدمة.